بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس أوتوديسك 3 دي ستوديو ماكس. معاكم مهندس إسلام علاء الدين من شركة كرييتيف جروب. هنبدأ نكمل اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت، اللي هو عملية الموديفايرز والإيديت بولي، بحيث ان احنا بإذن الله نخلص موضوع الموديلنج مع بعض. قبل ما أبدأ اللي أنا بقوله دوت، حابب ان أنا أتكلم في شوية حاجات تانية. انا بس هدوس الت دبليو كده بحيث ان انا اعمل ماكسمايز للفيو بورت بتاعي. هختار شيدد، هعمل ايجيت فيسز. بص كده معايا، لو انا معايا عندي اوبجكت بالمنظر دوت وليكن بوكس مثلا ولا كده، وجيت دوست رايت كليك، ايه بقى اللي موجود في القائمه اللي هنا ديت؟ اولا لو دوست رايت كليك هتلاقي ان في كل مجموعه كده مع بعض بيعملوا فانكشن محدد. يعني ايه؟ يعني مثلا تلاقي عمليه الفريزنج بتتم مثلا هنا، فطالما دي ليها فانكشن معين بنلاقي ان في كده خط اسود بيحد الايه، بيحد المجموعه اللي مع بعض ديت. مثلا عمليه الهيدنج، في هنا عمليات الترانسفورمينج، يعني الموف اهو، لو انا دوست موف كاني بالظبط رحت دوست موف من هنا، يبقى انا كده بعمل عمليه موفينج. لو عملت رايت كليك روتيت يبقى انا كده بعمل روتيت، ده كده من غير من ان انا ارجع للمين تول بار اللي موجود هنا ده. في عندي السكيل، في عندي البليسمنت اللي هي موجوده هنا، ان انا لو عايز احط فيس مثلا على فيس بشكل عمودي او كده. بص كده معايا، يعني مثلا هاجي كده موف، لو انا عندي مثلا وليكن بوكس بالمنظر ده كده، وعايز اعمل بليسمنت من ايه، من البوكس ده للبوكس ده كده زي الاين بالظبط كده، فانا هاجي كده واعمل بليسمنت من هنا او رايت كليك بليسمنت، وابدا اقول له انا عايز ايه هنا كده الفيس ده اهو، كليك اند دراج مثلا على الفيس ده او على الفيس ده او على الفيس ده، فبيبدا يقرا لي الايه، الاسطح او السيرفيس بتاعتي، مثلا الفيس اللي ورا هنا ده اهو. اوكي، جاست ان انا خلصت بسيبه كده فبيبدا يحطه لي فعلا في البوزيشن اللي انا حددته له معايا، طبعا بشكل لوكال يعني بشكل عمودي على المجسم بتاعي. طيب نرجع تاني لموضوعنا، لو انا جيت على البوكس كده ودوست رايت كليك هلاقي عمليات الترانسفورمنج بتاعتي، هلاقي كمان عمليه السيلكت اللي هي كاني بدوس كيو او كاني بدوس على السيلكت ايكون اللي هنا. في عندي برضو السيلكت باي نيم اللي احنا برضو شرحناها مع بعض في كام محاضره فاتوا. رايت كليك سيلكت، اسف دي السيلكت اللي هي السيلكت العاديه. السيلكت سيميلر بيبدا يا جماعه يسلك، يعمل سيلكت لكل الحاجات اللي من نفس الفصيله ديت. يعني مثلا لو انا عندي حاجات جيومتري رايت كليك سيلكت سيميلر يسلك لك على الجيومتري بس، الكاميرات رايت كليك سيلكت سيميلر يسلك لك على الكاميرات بس، يسلم لك على الشيبس بس. نفس القصه في زي الكاد كده، رايت كليك سيلكت سيميلر، فيبدا يعمل لك سيلكت على كل الحاجات اللي من نفس الايه، الفصيله اللي انت واقف عليها. طيب ده كده بالنسبه لعمليات الايه، عمليات الترانسفورم. في عندي رايت كليك كمان كلون. كلون فاكرين كلون اللي هي لما كنت بشيفت اند دراج، سواء في الموف شيفت اند دراج، في الروتيت شيفت اند دراج، في السكيل، فبيبدا يعمل لي عمليه كلون على حسب عمليه الترانسفورم نفسها. في برضه هنا كلون بس بيبقى في نفس البوزيشن. يعني ايه؟ يعني انا وقفت على البوكس بتاعي واقف على احداثيات معينه، هدوس رايت كليك كلون، فبيبدا يقول لي انت عايز تاخد منه نسخه كوبي ولا انستنس ولا ريفرنس. فانا اقول له لا ده انا مثلا عايزها انستنس بحيث ان انا لو عدلت في واحد يعدل في التاني، او مثلا اقول له لا ده انا عايزها كوبي بحيث ان انا لو عدلت في واحد يبقى ملوش دعوه بالتاني. هتجد ان النمبر اوف كوبيز مش موجود. ليه؟ لان هو بيكرييت، او الكلون دوت بيكرييت نسخه واحده بس، يبقى النمبر اوف كوبيز بيكون واحد، فبالتالي هو مش بيديك اوبشن في ان انت تغير فيه، وبيكون الاحداثيات بتاعته موجوده في نفس احداثيات النسخ المجسم الاصلي بتاعي، فبالتالي انت مش محتاج انك تموف او روتيت او تسكيل علشان خاطر تبدا تغير احداثيات. لا، هو واخد نفس احداثيات الموف والروتيت والسكيل على نفس البوزيشن للمجسم الاصلي. فانا بقول له لا ده انا عايز مثلا النسخه بتاعتي تكون انستنس، وهيكون النيم بتاعي مثلا هو الاصل بوكس 001، هنا لا بيقول لك النيم هيكون بوكس 002. هقول له اوكي، هتجد ان انت ممكن ما تحسش باي اختلاف لان المجسمين هنا الاثنين متطابقين تماما مع بعض. لو انا جيت كده عملت سيلكت ويندو، هجد ان بيقول لي ايه، تو اوبجكتس سيلكتد، انت مسلك على مجسمين اتنين مش واحد. لو انا وقفت على اي واحد ما بينهم كده وجيت عملت موف، هجد ان هو فعلا
هم عبارة عن مجسمين متطابقين تماما في نفس الشكل ونفس كل حاجة. لو انا جيت هنا عشان انا مختاره انستنس الاقي الميك يونيك متاكتفه معايا، ونفس القصة لو انا جيت غيرت في اي بارامتر من البارامترز اللي موجودة هنا هلاقيه هو كمان بيغير في الايه، في المجسم التاني. طيب نرجع تاني لموضوعنا، انا اقف كده على البوكس رايت كليك، خلاص عرفنا مع بعض عمليه الترانسفورم اللي موجوده في الرايت كليك، عرفنا موضوع الكلون. في برضو كده عندي حاجه اسمها اوبجكت بروبرتس. اوبجكت بروبرتس دي يا جماعه بتبقى ليها علاقه بخصائص الاوبجكت بتاعي. في طبعا هنا هتلاقي في كذا ويندو، لو انا جيت هنا للجنرال بيبدا يقول لي بقى البيانات الخاصه بيه، الاوبجكت انفورميشن بتاع الانفورميشن بتاعتي، النيم بتاعه، الكلر بتاعه، الاحداثيات بتاعته موجوده فين، الماتيريال نيم نون طبعا هو مش واخد ماتيريال، اللير اللي موجود عليها، عدد الفيرتيسيز، عدد الفيسز، بيبدا هو في موجود في جروب ولا مش موجود في جروب. يبقى دي عمليه انفورميشن خاصه بالاوبجكت اللي انت واقف عليه. هتلاقي بعد كده ان انت عايز تعمل له هايد، هتقول له اوكي. يبقى انا كده عملت هايد للمجسم بتاعي، ارجع كده كنترول زد، هدخل على الاوبجكت بروبرتيز، فريز ان انا لو عايز اعمل له تجميد بحيث ان هو يكون ظاهر قدامي مش معمول له هيدن ولا حاجه، بس انا ما اقدرش اقدر عليه اعمل عليه كنترول، ما اقدرش اعمل عليه سيلكت، ما اقدرش موف، ما اقدرش اجي جنبه تمام. هاجي كده كنترول زد بحيث ان انا اعمل اندو، هدخل تاني على اوبجكت بروبرتيز. في برضو شويه حاجات تانية اللي هو ريندبل، يعني ابدا اشوفه في عمليه الريندر ولا لا. يعني لو جيت كده لغيت الريندبل وجيت اعمل عمليه ريندر مش هبدا اشوف البوكس بتاعي. ليه؟ لان انا لغيت عمليه الريندرنج بتاعته. هدوس رايت كليك كده اوبجكت بروبرتيز، هرجع تاني هبدا بقى اقول له ان انا مش عايز اشوفه في الكاميرا، مش عايزه يتاثر، يكون باين في الريفليكشن او الريفليكشن، يستقبل ولا ما يستقبلش، ظل يرمي او ما يرميش ظلال، ابلاي للاتموسفير ولا ما يعملش ابلاي. يبقى دي كده اوبشنز ببدا اختارها لو انا عايزها تكون موجوده او متاحه معايا او لا. الفيزيبيليتي ديت اللي هي كان الرؤيه بتاعته، يعني مثلا لو جيت هنا قلت له لا ده انا عايزه مثلا نص، انتر اوكي، هتجد ان هو بدا يكون الفيزابيليتي بتاعته هي مش شفافيه، يعني هو اقدر اشوف من خلاله يعني اوكي. بس دي مش ماتيرياليه، دي كده المجسم نفسه بيكون شفاف بحيث ان انا اقدر اشوف من خلال المجسم مش من خلال الخامه ولا حاجه. وبرده لو جيت رندر كده هتلاقي ان الفيزابيليتي معايا واضحه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هرجع تاني كده اوبجكت بروبرتيز، هدخل على الفيزابيلتي بتاعتي هخليها واحد بحيث ان هي تكون بيور كامله مفيش اي شفافيه فيها. لو نزلت تحت كده هلاقي عندي حاجه اسمها سي ثرو، يعني نلغي بس نقول كده اوكي. اوكي كده بقى جسمه مصمت عادي جدا. هاجي كده على اوبجكت بروبرتيز، في حاجه اسمها سي ثرو. سي ثرو يا جماعه ان انا ابدا اشوف من خلال المجسم بالمنظر دوت. قال لا طب ايه الفرق بينها وبين الفيزابيلتي؟ الفرق بينها وبين الفيزابيليتي ان ديت جوه الفيو بورت بس. يعني الفيزابيليتي انا لما اديت لها قيمه بدات لما اجي اعمل عمليه ريندر او حتى جوه الفيو بورت انا شايف ان هي فعلا شفافه. لكن السي ثرو ملهاش قيمه اولا، ثانيا انا بقدر اشوف من خلال المجسمات فعلا بس جوه الفيو بورت. لكن لو جيت عملت عمليه ريندرنج هتجد ان المجسم بتاعك اصبح مصمت، مفيش اي اختلاف موجود عليه تمام. اوكي فانا هرجع تاني كده رايت كليك اوبجكت بروبرتيز، هلغي السي ثرو، هقول له اوكي رجع تاني بالشكل المصمت دوت. لو انا دوست الت اكس من الكيبورد بيبدا كشورت كات للسي ثرو، يعني انا ممكن احتاجها طبعا، ممكن يكون عندي مجسم ورا البوكس بتاعي وانا حابب اشوف المجسم فبدوس الت اكس يبقى انا بقدر اشوف من خلال المجسم بتاعي. طبعا ده ملوش دعوه برده بالماتيريالز، انا كده بتكلم على البروبرتيز الخاصه بالايه، بالاوبجكت بتاعي. في عندي بعد كده ديسبلاي اس بوكس، يعني لو عندي مجسم ايا كان الشكل بتاعه اقدر اشوفه كبوكس ديسبلاي اس بوكس. الباك فيس سال ان انا اقدر اشوف التو فيسز بتوعي، يعني ممكن نبقى نتكلم عنها في الايديت بولي يعني قدام. في برضه شويه اوبشنز هنا يعني ممكن تكون انت مش محتاج ان انت تغير فيهم او تلعب فيهم يعني اوكي. دي حاجات ليها علاقه بالانيميشن، ممكن برضو لو اتكلمنا عن الانيميشن ان شاء الله في فيديوز تانية ولا حاجة نبقى نشرح برضو موضوع الموشن بلار والديبث اوف فيلد والكلام ده كله. هدوس اوكي، ده كده اللي يفيدني دلوقتي بالنسبة لقائمة الاوبجكت بروبرتيز. في عندي بعد كده الكيرف اديتور والدوب شيت والواير بارامترز، دوت خاص بعملية الانيميشن. برضو لو ان شاء الله اتكلمنا في فيديوز تانية مع بعض عن موضوع الانيميشن هتلاقينا بنحتك بشكل كبير جدا لحاجة اسمها الكيرف اديتور والدوب شيت والواير بارامترز، يعني الثلاثة دول برضو هتلاقينا بنبدأ نتكلم فيهم بس في موضوع الانيميشن.
لو جيت دوست رايت كليك هلاقي فيه ان انا عندي كونفيرت تو، فاكرين كونفيرت تو بتاعت الايديت سبلاين، ان انا لو كان عندي شيب سواء ريكتانجل سواء سيركل ايا كان الشيب بتاعي حابب احوله الايديت سبلاين. لو رجعت كده للفيديوز هتلاقي ان انا قلنا في كذا طريقه، منهم طريقه الكونفيرت تو، ان انا برايت كليك على الشيب بتاعي واقول له كونفيرت تو، كان في حاجه اسمها ايديت سبلاين. طيب يا باشمهندس، هو ليه الايديت سبلاين مش موجود عندي في المجسم الجيومتري؟ لان المجسمات الجيومتري ما ينفعش احولها لايديت سبلاين، لكن العكس صحيح. يعني لو انا عندي شيبس اقدر احولها لاي حاجه جيومتري، انما لو انا عندي مجسم 3 دي جيومتري ما اقدرش احوله لشيبس، ما اقدرش احوله لحاجه 2 دي، غير في حاجات تانية جوه الايديت بولي اللي ان شاء الله هنبدا نشرحها مع بعض النهارده. يعني ان انا اقدر اخد من المجسم 3 دي حاجه 2 دي، انما عموما لو انا عندي مجسم 3 دي ما اقدرش احوله بالكامل الى شيب 2 دي. اوكي، يبقى ده بالنسبه لقائمه الكونفيرت تو، ان انا عايز احوله كونفيرت تو اديتابل بولي، الاديتابل مش الاديتابل باتش، النيربس بتاعي. يبقى احنا في الاغلب بنكون بنتعامل بالاديت بولي او بالاديت مش، وبرده لو انا بتعامل مع شيبس 2 دي هتلاقيه موجود معاهم كونفيرت تو اديتابل سبلاين. في بعد كده دي حاجات خاصه بالفي ري بقى، الفي ري بروبرتس والمش اكسبورت والسين كونفرتر، ده ان شاء الله باذن الله تعالى لما نيجي نتكلم عن الفي ري ونتكلم عن ايه هو الفي ري والبلجن بتاع الفي ري هنبدا نشرح مع بعض الايه الفي ري اللي موجود هنا. لو انت مش مسطب بلجن الفي ري هتلاقي ان الكلام ده مش موجود عندك، يعني الفي ري بروبرتس والسين كونفرتر والمش اكسبورت والقصص دي كلها مش هتلاقيها ظاهره عندك، لان بلجن الفي ري اصلا مش مسطب ايه على الجهاز. طيب احنا كده شرحنا من اول عمليه الترانسفورم لحد تحت، تعالوا نبدا نتكلم في عمليه الديسبلاي بقى، عملية ايه اللي موجود وايه اللي ظاهر وايه اللي مش ظاهر وكده. اولا لو جيت هنا هتلاقي عندك حاجة اسمها هايت سيلكتد، يعني خليني كده اكريت كام اوبجكت تاني كده مع بعض، كون مثلا بالمنظر ده، لو انا عندي مثلا بيرمن بالمنظر ده، سلندر مثلا كده. طيب لو انا مسكت اوبجكت بالمنظر ده اقدر ادوس عليه رايت كليك هايت سيلكشن، ايه اللي حصل يا جماعة؟ بدأ يعمل هيدن بالنسبة للاوبجكت اللي انا مسلك عليه. طب لو دوست رايت كليك كده في اي حته هتلاقي في حاجه اسمها ان هايد اول، بيعمل ايه؟ بيعمل ان هايد بالنسبه لكل الحاجات اللي معمول لها ايه هيدن في البروجكت بتاعي. طيب في ايه تاني؟ يبقى كده عرفنا الهايد سيلكشن، عرفنا الان هايد اول. في حاجه اسمها هايد ان سيلكتد، هايد ان سيلكتد بيعمل هيدن للحاجات اللي مش متسلك عليها. اوكي، يبقى ده عكس الايه؟ عكس الهايد سيلكشن. طب ممكن اعمل ان هايد اول، يبقى انا برضو قدرت اعمل ايه ان هايد اول. طب لو انا عملت هايت سيلكشن كده، ان انا مسكت البوكس بتاعي ومسكت السلندر بتاعتي، دوست كده رايت كليك وقلت له ايه هايت سيلكشن، ايه اللي حصل؟ بدا يعمل هيدن بالنسبه للبوكس وكذلك للايه للسلندر. طب افرض انا عايز اعمل ان هايد بس مش اول، مش عايز اعمل ان هايد للبوكس والسلندر مع بعض، انا عايز اعمل مثلا ان هايد للبوكس بس، اعمل ايه؟ لو دوست حضرتك كده رايت كليك هتلاقي عندك حاجه اسمها ان هايد باي نيم، عامله زي السيلكت باي نيم بالظبط، حتى هتلاقيها نفس الويندو، بس الفرق ان دي سيلكت ودي ان هايد. هدوس كده على ان هايد باي نيم هتلاقي نفس الويندو بتاعت السيلكت، بس دي ان هايد اوبجكتس، الثانيه كانت سيلكت اوبجكتس. هتلاقي ان الحاجات اللي معمول لها هيدن موجوده عندك هنا اهي، وبشكل مايل بيقول لك ان ديت معمول لها هيدن. اقدر اقف على الحاجه اللي انا عايز اعمل لها ان هايد، وليكن مثلا البوكس بتاعي 001، وهروح هنا واقول له ان هايد، هجد ان هو بدا يظهر معايا بالشكل اللي احنا ايه شايفينه مع بعض ده. طب اوكي، لو انا عايز اظهر كل حاجه اقدر اقول له ان هايد اول، يبقى انا كده عملت ان هايد لكل الحاجات اللي معمول لها هيدن في المشروع بتاعي. في عندي ايه تاني؟ في عندي الفريز، ان انا اقدر فريز سيلكشن زي ما قلنا مع بعض من شويه، ان هو بيبدا يعمل لي فريز للاوبجكت بتاعي بحيث ان انا اكون شايفه مش معمول له هيدن ولا حاجه، بس ما اقدرش اجي جنبه، ما اقدرش اكنترول عليه، سواء بعمليات ترانسفورمينج او حتى بعمليات سيلكشن او بعمليات البارامترز بتاعته. طب لو انا عايز الغي الفريزنج بتاعتي هدوس كده رايت كليك، بلاقي عندي حاجه اسمها ان فريز اول، ان فريز اول بيبدا يعمل معايا عمليه عكسيه للفريز اللي احنا كنا بنقوله من شويه. طيب ده بالنسبه كده للعمليات اللي موجوده هنا. يعني في عندي حاجه اسمها ايزوليت سيلكشن، بص كده معايا، لو جيت قلت ايزوليت سيلكشن بيبدا يعمل لي ايه يا جماعه؟ بيبدا يعمل عزل للحاجه اللي انا مسلك عليها كاني في فايل جديد، يعني كاني فتحت فايل 3 دي ماكس جديد وببدا اتعامل معاه على الحاجه اللي انا عامل لها عمليه ايزوليشن. تمام،
لو انا حابب اخرج من عمليه الايزوليشن ديت، يعني كاني كده رحت في عالم تاني بقى شغال فيه كده، بحيث ان انا اعمل فيه شويه تظبيطات سواء في الموديلنج او ايا كان، وحابب ارجع تاني للعالم بتاعي، اعمل ايه؟ بدوس كده رايت كليك وبقول له ايه اند ايزوليت. جاست ان انت تقول له اند ايزوليت بتلاقيه انه بدا يرجع تاني للعالم اللي احنا كنا موجودين فيه. طب هي ليها اختصار؟ لو حضرتك دوست الت كيو من الكيبورد بيبدا يعمل لك عمليه الايزوليشن اللي احنا كنا بنقول عليها من شويه. طب لو انا عايز الغي عمليه الايزوليت بتاعتي، في كده هتلاقي في لامب موجود تحت اهو اللي هو الايزوليت مود، لو انت دوست عليه بيبدا يرجعك تاني لعمليه الايه اللي هو بيلغي عمليه الايزوليشن بتاعتي. برضه نفس القصه، ان انت تقدر تدوس هنا على اللامب فبيبدا يعمل لك عمليه ايزوليت، او تلغي اللامب فبيلغي عمليه الايزوليت بتاعتك. ايه فايده الايزوليشن عن الهيدن؟ ما انا ممكن اعمل ان هايد او اعمل هايد ان سيلكتد، وفي نفس الوقت ابدا اعدل في الحاجه بتاعتي، مفيش اي مشاكل. لا بص كده معايا، ساعات كده باجي اقول لك المشروع بتاعك يا باشمهندس وصل لكام بوليجون. ممكن الكلمه دي تبدا تسمعها كتير بعد كده معايا. يعني ايه وصل لكام بوليجون؟ يعني مثلا احنا قلنا ان السيجمنتس بتاعتي هي العنصر التكويني الاساسي لاي مجسم جوه عالم 3 دي ماكس. مجموعه السيجمنتس اللي موجوده دي بتكون لي حاجه بنقول عليها البوليجون. اوكي، البوليجون ده يا جماعه كل ما السيجمنتس بتاعتي تزيد كل ما اكيد طبعا البوليجونز بتاعتي تزيد. طيب كل ما البوليجونز بتزيد بناء على السيجمنتس الزياده، كل ما الفايل بتاعي بيبدا يتقل، شيء طبيعي جدا، سواء بيتقل في الريندر سواء بيتقل في عمليه الفيو بورت نفسها. طب لو انا حابب اعرف المشروع بتاعي وصل لكام بوليجون اعمل ايه؟ لو حضرتك دوست على نمبر 7 من الكيبورد كشورت كات بيبدا يطلع لك انفورميشنز موجوده كده على الشمال. الانفورميشن اللي موجوده على الشمال ديت بيبدا يقول لي والله انا البروجكت بتاعي وصل ل 524 بوليجون. بص كده لو جيت عملت ديت للسلندر بيبدا يقلل من البوليجونز لان في عدد من البوليجونز اتدلت معايا. طب لو انا جيت كده وقفت على البوكس بتاعي ودوست رايت كليك وقلت له هايد ان سيلكتد، ايه اللي حصل؟ هتلاقي ان البوليجونز بتاعتك بدات تكون موجوده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للبوكس بتاعي، صح؟ طب لو رجعت كده ان هايد اول بدا يعمل ايه؟ بدا يقرا معايا الاوبجكتس الثانيه كلها، فبالتالي عدد البوليجونز كلها بدا يكون موجود معايا. طب لو انا دوست الت كيو، لو دوست الت كيو هتجد ان نفس النتيجه موجوده معايا بس في فرق واحد. الفرق ده يا جماعه ان الفايل معايا ما بيبقاش تقيل. الفايل معايا ما بيكونش تقيل، لو انا قاعد شغال في مشروع وليكن مثلا قريه سياحيه مثلا، حاجه بسيطه كده. لو انا شغال في مشروع كبير جدا، عدد كبير جدا من الفدادين، اوكي؟ وبدات عايز امسك مثلا حاجه في نموذج من العمارات او من الفيلل هعدل عليها. لو انا دوست رايت كليك وعملت هايد سيلكشن او هايد ان سيلكتد بيبدا يتقل معايا الفايل، يعني كان بالظبط الحاجات موجوده معايا. انما لو دوست رايت كليك وقلت له ايزوليت هيبدا تلاقي الموضوع سلس جدا وبسيط تماما، وفي نفس الوقت تقدر تخرج من الايزوليت مود، يعني كانك فاتح فايل 3 دي ماكس مش باني فيه غير البوكس بس. يعني ده الفرق، اوكي؟ انما التاني الفايل بيكون موجود فيه كل حاجه بس معمول لها هيدن، لكن هو جوه نفس الفايل. الفريم بير سكند بيكون كبير معايا، الفايل نفسه بيكون تقيل معايا لان في حاجات معمول لها ايه؟ هيدن معايا، اوكي؟ يبقى ده بالنسبه لعمليه الايزوليت وازاي ان احنا نشغلها ونطفيها، عمليه الفريز ونفس القصه بالنسبه لعمليه الايه؟ الهيدن بتاعتي. جميل؟ طيب تعالوا كده نعمل نيو دونت سيف زد فبيعمل لي زوم اكستند، اوكي؟ تعالوا نبدا مع بعض ندردش في الايديت بولي بقى، يعني تعالوا نبدا كده في الايديت بولي. لو انا عندي بوكس كده بالمنظر ده، اوكي؟ وعايز احول البوكس بتاعي، ادي البارامترز بتاعته، بس عايز احوله لايديت بولي. نفس الطريقه اللي حولنا بيها السبلاين او الشيبس ال 2 دي الى ايديتابل سبلاين، هي نفس الطريقه اللي اقدر احول بيها اي جيومتري عندي الى ايديتابل بولي. اولا اقدر ادوس كده رايت كليك اقول له ايديتابل بولي، اهو بدا يحول الاوبجكت بتاعي الى ايديتابل بولي. طيب اقدر اقول له في الموديفاير ليست كده editable poly، فبدا يحط لاير عندي، يبدا يكون لاير موجود عندي باسم الايديتابل بولي فوق الايه؟ البوكس بتاعي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اقدر ادوس رايت كليك واقول له convert to editable poly، يبقى هو كده بيكونفيرت الاوبجكت بتاعي الى الايديتابل بولي. الايديتابل سبلاين يا جماعه كان فيه ثلاث حاجات، وهو فعلا مش محتاج غير ثلاث حاجات. كان فيه الفيرتكس، وكان فيه السيجمنت،
وكان في السبلاين. فعلا اي شيب 2 دي هتلاقي ان هما الثلاث حاجات دول اللي بيكونوا لي الشكل بتاعي. الايديتابل بولي هتلاقي فيه الثلاث حاجات دول برضو موجودين، بس بيزيد عليهم حاجتين تانيين، لان الشكل بتاعي اصبح مجسم ليه فيس وليه element. فهتلاقي عندك الفيرتكس اللي موجوده في الايديت سبلاين. لو جينا كده نعمل مقارنه بسيطه، ادي مثلا الايديتابل سبلاين بتاعي، لو بصيت هنا هتلاقي عندك في فيرتكس اهي صح. لو جيت هنا للايديت بولي وجيت كده هتلاقي برضو عندك فيرتكس اهي، هي اللي بتكون الشيب بتاعي او اساس تكوين الشكل بتاعي. طيب لو جيت هنا هتلاقي في عندك سيجمنتس اهو، سيجمنتس. يعني ايه سيجمنت؟ قلنا السيجمنت هو اقل ضلع ما بين اي اتنين، اي نقطتين، يعني اي ضلع بين اي نقطتين بنقول عليه سيجمنت. اوكي لو جيت هنا هلاقي عندي حاجه اسمها ايدج زي السيجمنت بالظبط. الايدج هو الخط الواصل بين اي نقطتين موجودين في الشكل بتاعي اهو، تمام. طيب في لو رحت هنا اخر حاجه كانت موجوده عندي كان اسمها السبلاين، اللي هو ايه الشكل بتاعي بالكامل. لو انا جيت هنا زي ما قلنا دلوقتي السبلاين هو المجسم اللي موجود بالكامل للشكل بتاعي. لو دخلنا هنا على الجيومتري هلاقيه باسم اسمه element. الاليمنت يا جماعه نفس فكره السبلاين، اوكي. يعني الاليمنت هو بالظبط نفس فكره السبلاين. طب ايه بقى؟ يبقى الفيرتكس زي اللي هناك، الايدج اللي هو زي السيجمنتس اللي هناك، الاليمنتس اللي هو زي السبلاين. في بقى عندي حاجتين هنا زياده، الحاجتين دول موجودين بسبب طبيعه المجسم بتاعي ان هو بقى حاجه 3 دي ما بقاش حاجه 2 دي. في عندي البوليجون، فاكرين كلمه البوليجون؟ قلنا ان البوليجون هو اقل فيس موجود ما بين اقل عدد من السيجمنتس، يعني اقل حاجه 3 سيجمنت، 3 سيجمنتس يعملوا لي بوليجون. انا عندي هنا 4 سيجمنتس فعاملين لي بوليجون، فيبقى ده كده اسمه بوليجونز. اوكي طيب في بعد كده عندي حاجه اسمها الايدج، عندي حاجه اسمها البوردر. البوردر ده بينتج عن قطع، يعني طالما انا البوكس بتاعي هنا كده ما فيهوش اي عمليه قطع، فلما تيجي تعمل سيلكت مش هيسلك على حاجه. ليه؟ لان ما فيش حاجه مقطوعه عندي. لكن لو جيت مثلا عملت سيلكت على البوليجون ده ومتايل له ديليت، فبالتالي في قطع بقى موجود عندي هنا، ناتج عندي موجود هنا. لو جيت كده عملت سيلكت هتلاقي ان ده اصبح بوردر. يبقى ايه هو البوردر؟ البوردر هو مجموعه من الايدجز ناتجه عن عمليه القطع. اوكي جميل. طب تعالى كده نبدا نمسك حاجه حاجه نشوف ايه اللي موجود جواها وانا اقدر اكنترول عليها ازاي. زد كده هدخل كده. طيب اولا عمليه السليكشن، لو انا عايز اعمل سيلكت على فيرتكس اقدر اعمل سيلكت من هنا، او ايدج او بوردر او بوليجون او اليمنت. اوكي اقدر اعمل السيلكت من هنا. نفس القصه لو فتحت البلس زي برده ما موجود في الايديت سبلاين لما شفنا مع بعض، هتلاقي برده الفيرتكس الايدج البوردر والبوليجون والاليمنتس. برده الاختصارات الشورت كاتس 1 2 3 4 5 زي ما كان موجود 1 2 3 هناك في الايديت سبلاين. هناك في الايديت سبلاين كانت القايمه بتاعت الايديتابل سبلاين واحده بس، كان في حاجات بتتقفل معايا وحاجات بتتفتح بناء على الحاجه اللي انا واقف عليها. يعني لو كنت واقف على فيرتكس هتلاقي في حاجات كانت متنشطه وحاجات لا، لو انا واقف على السيجمنت هناك كان في حاجات بتبقى متنشطه وحاجات لا. انما هنا الموضوع مختلف، هنا هتلاقي ان الحاجات اللي موجوده هنا كلها ثابته، سواء انت فيرتكس او ايدج او بوردر او بوليجون او حتى اليمنت، ما عدا قايمه واحده بس هي اللي بتتغير اسمها الايديت فيرتيسيز لو انا واقف في الفيرتكس، او بتبقى ايديت ايدجز لو انا واقف في الايدج، او بوردر لو انا واقف في البوردر. يبقى اذا الحاجه اللي انت بتكون واقف عليها بيبدا يظهر لي بيها قايمه خاصه بيها، وبيبدا يخفي كل القوائم اللي ايه اللي انت اللي الحاجات التانيه اللي مش واقف عليها. انما عمليه السليكشن موجوده، السوفت سليكشن، الايديت جيومتري، السب ديفيجن سيرفيس، الحاجات دي كلها بتكون ثابته سواء انت واقف في فيرتكس او ايدج او بوردر او بوليجون او حتى ايه اليمنت معاك. طيب عمليه الترانسفورمنج كمان بتطبق على الحاجات اللي موجوده هنا، زي ما قلنا هناك في السبلاين انا اقدر احرك خط سيجمنت، اقدر احرك فيرتكس. هنا نفس القصه، انا اقدر امسك الفيرتكس دي واعمل لها كده، امسكها ومحركها كده، ابدا امسك دي مثلا وانزل بيها كده، شايفين؟ يبقى انا بعمل ايه؟ ببدا اعمل
ريفاين للشكل بتاعي من خلال عملية الترانسفورمينج للفيرتكس او للايدج او للبوليجون. نفس القصة ان انا اقدر امسك الايدج ده مثلا واقوم طالع بيه كده، يبقى انا ببدأ اعمل عملية ترانسفورمينج للايدج بالمنظر دوت، يبقى انا بغير من الشيب. مثلا البوليجون زي ما احنا شايفين الاليمنت اللي هو الشيب بالكامل، اقدر مثلا امسكه كده اقدر اعمل له روتيت، اقدر اسكيله. اوكي، يبقى ده بالنسبة لعمليات الترانسفورمينج موجودة هي كمان في ايه، ممكن مثلا لو عامل روتيت لده كده يبقى انا بدأت اعمل حاجة بالمنظر اللي احنا ايه شايفينه مع بعض دوت، مع انه كان في الاصل بوكس، بس انا من خلال عملية الترانسفورمينج سواء في الفيرتكس او في الحاجات اللي موجودة هنا بدأت اعمل تغيير للايه للشكل بتاعي. طيب جميل جدا، تعالوا نشوف ايه بقى اللي موجود في الايديت فيرتسيزز. بص كده معايا، خلينا نرجع تاني للشكل زي ما كان، اقول له كده ديليت زد، هاجي من قائمة كرييت جيومتري، هبدأ كرييت بوكس بالمنظر ده. اوكي، رايت كليك كونفيرت تو اديتابل بولي، حلو قوي. هاجي كده وابدأ اشوف ايه اللي موجود عندي في الايديت فيرتسيزز. اول حاجة لو انت مسكت نقطة هتلاقي عندك ريموف. ريموف يا جماعة بتعمل ايه؟ بتبدأ تعمل مش ديليت، بتبدأ تشيل النقطة بتاعتي وبتبدأ توصل بين الايدجز التانية. يعني بص كده معايا، لو انا مثلا عندي سلندر بالمنظر ده اهو، وجيت هنا كونفيرت تو اديتابل بولي، وجيت عند الفيرتكس وقمت ماسك الفيرتكس ديت، لو انا عملت ديليت من الكيبورد بيعمل ايه يا جماعه؟ بيبدا يدلت الفيرتكس والسيجمنتس اللي مرتبطه بالفيرتكس والبوليجونز اللي مرتبطه بالسيجمنت. اوكي، فبدا يطلع عندي تجويف بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، او قطع بالمنظر اللي نتج عندي بالمنظر ده. لو انا عملت ريموف ما عملتش ديليت، بص كده معايا، انا كده مسكت الفيرتكس وقمت قايل له ريموف، ايه اللي حصل يا جماعه؟ بدا يدلت الفيرتكس والسيجمنت بس، انما البوليجون المرتبط بالسيجمنتس والفيرتكس ديت اصبح موجود زي ما هو. يبقى كاني بعمل ريموف مش ديليت للايه؟ للحاجات اللي موجوده هنا ديت. اوكي، ده الفرق ما بين الديليت والريموف. يبقى ده كده اول حاجه عندنا بالنسبه للفيرتكس الريموف. في عندي حاجه اسمها بريك، فاكرين بريك اللي كانت موجوده في الايديتابل سبلاين اللي هو كان بيفصل لي النقطه لاكثر من نقطه او نقطتين؟ نفس القصه هنا، لو انا مسكت كده فيرتكس بالمنظر ده وجيت قلت له بريك، بص كده معايا، هتلاقي ان النقطه دي جايه من كام سيجمنت يا جماعه؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثه، يبقى بشكل تلقائي النقطه دي هتبقى كام نقطه؟ هتبقى ثلاث نقط. اوكي، بص كده معايا، لو انا جيت اعمل سيلكت كده زمان عذرا معلش، لو انا هناك في الايديت سبلاين كنت بقدر اعرف من السليكشن انا واقف على كام نقطه. برضو في الايديت بولي نفس القصه، لو انا عملت سليكشن كده بيقول لي انت ايه 3 فيرتسيز سيلكتد، انت مسلك على 3 نقط. اقدر كده امسك اي نقطه جاست كليك كده، بص كده معايا اهو، ادي نقطه، بص كده كمان كليك، ادي نقطه، وادي النقطه الثالثه. شايفين يا جماعه؟ يبقى عمليه بريك بتعمل ايه؟ بتفصل لي النقطه الى مجموعه من النقاط على حسب طبعا السيجمنتس اللي هي ايه بتربط ما بينهم. طب لو نزلت تحت كده هتلاقي ويلد، فاكرين ويلد اللي كانت موجوده هناك اللي كان بيبقى جواها جنبها كده قيمه عشان خاطر يبدا يلحم ما بينهم؟ برضو نفس القصه، لو انا عملت سيلكتد على الثري بوينتس كده وجيت قلت له ويلد مش هيلحم، ليه؟ هناك ما كانش بيلحم عشان خاطر في نقطه او في مسافه بتكون موجوده جنبها مرتبطه بيها. كانت المسافه دي بتقول ايه؟ لو المسافه اللي بين النقطتين اكبر من المسافه اللي جنب الولد مش هقدر الحم، انما لو المسافه اللي بين النقطتين اصغر من او يساوي المسافه اللي جنب الولد بيقدر يلحم عادي. المسافه ديت موجوده فين؟ موجوده في الويندو اللي هي بنقول عليها السيتنج اللي في الولد بتاعتي. لو انا دوست على السيتنج دي يا جماعه هتلاقي ان في قائمه كده بتبدا تظهر معايا فيها رقم او مسافه، المسافه ديت زي المسافه اللي كانت هناك. بص كده لما ابدا ازود هقعد ازود ازود، شايفين ايه اللي حصل؟ يعني انا بدات كده ازود ستيل لسه المسافات ديت بعيده او اكبر من الرقم ده، هقعد ازود ازود الرقم ده اصبح اكبر بين النقطتين دول، فبالتالي عمل ولد للنقطتين دول. لو قعدت اكبر في الرقم اكتر هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يلحم معايا بحيث ان المسافه ديت تكون اكبر من المسافات اللي موجوده هنا. لو انا قلت له يس هجد كده ان النقطه دي يا جماعه اصبحت نقطه واحده ملحومه. طب انا هرجع كده كنترول زد. في بقى حاجه جميله جدا جدا جوه الايديت بولي مش موجوده في الايديت سبلاين اسمها تارجت ولد. تارجت ولد دي عامله زي فيوز ولد هناك.
فيوز كان يعمل تطابق بين نقطتين، وكنت بعد كده اعمل ويلد فبلحم النقطتين. التارجت ويلد دي يا جماعه كانها بتجمع الامرين دول مع بعض في امر واحد. بص كده معايا، لو قلت له تارجت ويلد بدات اقول له امسك النقطه دي الحمها مع النقطه دي. شايفين اللي حصل؟ النقطه الاولى اللي انا اخترتها راحت للنقطه اللي انا رحت اخترتها النقطه الثانيه ولحمت معاها كمان. بص اقول له امسك دي وديها الحمها مع دي. شايفين يا جماعه موضوع لذيذ جدا وبسيط في عمليه الويلدنج جوه الايديتابل بولي. في عندي ايه تاني؟ في عندي اكسترود. لو انا مثلا عندي خليني كده هنقولها بعد شويه دي بنعملها ازاي، مثلا بس عشان ابدا اوريك حاجه. لو انا عندي نقطه مثلا بالمنظر ده كده، اوكي، في عندي حاجه هنا اسمها اكسترود. اكسترود دي يا جماعه بتعمل ايه؟ او خلينا نبدا قبل الاكسترود نقول الشامفر. بص كده، لو انا عملت شامفر، شامفر بيعمل ايه؟ شامفر اللي كانت موجوده في ايدج سبلاين كان بيقسم النقطه الى نقطتين ويوصل بينهم بايدج، صح كده؟ الشامفر في الايديت بولي بيقسم النقطه لعدد من النقط على حسب السيجمنتس اللي موجوده منها. يعني لو النقطه بتاعتي بتربط بين 4 سيجمنتس يبقى هيطلع لي 4 نقط، لو النقطه بتاعتي بتربط من 3 سيجمنتس يبقى هيطلع لي 3 نقط. يبقى بيطلع لي من النقطه عدد من النقط على حسب السيجمنتس اللي بتربط ما بينهم بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. طبعا كل ما بزود في الرقم دوت كل ما بيزود معايا في ايه؟ في عمليه الشنفر اللي احنا شايفينها مع بعض. في تحت الشنفر كده حاجه اسمها اوبن شنفر او كلوز شنفر، لو انا دوست عليها بيبدا يعمل لي ايه؟ اوبن للحته اللي اتعمل لها شنفر بالنسبه للفيرتكس، لو دوست عليها تاني بيبدا يقفلها تاني. لو انا دوست يس يبقى انا كده يا جماعه موافق تماما على الامر اللي هو موجود عندي دوت. طيب كنترول زد، لو انا جيت كده شنفر هلاقي عندي يس الصح ديت، يبقى خلاص اوكي انا كده موافق ما عنديش مشاكل. كنترول زد، لو انا دوست اكس يبقى انا لا خلاص المنظر طلع مش زي ما انا عايز، فبالتالي الامر مش زي ما انا عايزه او مش مظبوط معايا، فبدوس اكس يبقى انا كده لغيت الامر بتاعي. في حاجه اسمها بلس، بلس ديت يعني كاني بقول له زائد، كاني بقول له بلس ايوه موافق على الامر، وبعد كده رحت فتحت الامر تاني. يبقى بلس ديت يبقى انا كده بقول له بلس خلاص انا موافق، وكان الفور فيرتيسيز اللي انا كان مختارهم او اللي نتجوا عندي بطبق عليهم شنفر جديد. لو انا موافق هقول له يس، لو انا مش موافق هقول له اكس، يبقى انا ترجع لي تاني لايه؟ الامر الاخير اللي انا كنت موافق عليه. يبقى ده بالنسبه للصح او للبلس او للايه؟ للاكس اللي موجوده عندي. طيب جميل جدا كده اصبح عندي بقى ده بقى بوليجون موجود عندي ايه؟ مختلف. يعني ده بقى بوليجون، ده بوليجون، ده بوليجون، وده كمان ايه؟ بوليجون عندي. جميل جدا. طيب لو انا عندي نقطه كده بالمنظر دوت هلاقي عندي حاجه هنا اسمها الاكسترود. لو انا فتحت الاكسترود هتلاقي عندك حاجتين، اكسترود وشنفر الاثنين مع بعض. اكسترود ده يا جماعه بيبدا يعمل لي ايه؟ بروز بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت بالقيمه اللي انا بحددها له، او غطوس بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت برضو بناء على القيمه اللي انا بحددها له. تاني حاجه موجوده عندي الشنفر، شايفين كده عمليه الشنفر اللي احنا لسه قايلينها من شويه، عشان كده انا بدات بالشنفر قبل الاكسترود. يبدا يعمل عمليه الشنفر مع اكسترود مع بعض. لو انا عملت صفر يبقى انا كاني بعمل شنفر، بس الفرق ان النقطه اللي موجوده في النص لسه موجوده زي ما هي، ما اختفتش معايا زي الشنفر العادي. لو انا عملت ده صفر وجيت عملت كده يبقى انا كاني بعمل اكسترود لنقطه، فبالتالي هيطلع لي ايدج او سيجمنت بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. لا وطبعا الامر في الاغلب بيشتغل الاثنين مع بعض، ان انا بحدد سيكنس معين للشنفر وبنفس الوقت اقدر اعمل اكسترود فيطلع لي حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه مع بعض ده. تمام، حلو قوي. لو انا عندي نقطتين كده وحابب اوصل بين النقطتين بسيجمنت او حاجه، اروح امسك النقطتين بتوعي بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت واقول له كونكت، فيبدا يوصل لي ما بينهم بسيجمنتس بالمنظر اللي احنا ايه شفناه مع بعض دوت. طيب ده كده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للفيرتكس. لو دخلنا على تاني حاجه هنا اللي هو الايدج، هلاقي عندي القايمه اتغيرت بقت اسمها ايه؟ ايديد ايدجز. طب ايديت ايدجز ايه اللي موجود فيها؟ هتلاقي برضو حاجات كتير من اللي موجوده في الفيرتكس، اولهم ريموف. يعني انا لو انا عندي ايدج كده وجيت عملت ديليت مش ريموف، ايه اللي بيحصل؟ بيبدا يعمل ديليت للايدج اللي موجود ونفس الوقت للبوليجونز اللي مرتبطه بالايدج دوت. طيب انا هعمل كده كنترول زد، هعمل كده كنترول زد. لو انا مسكت الايدج بتاعي
لو انا مسكت الايدج بتاعي وقمت عامل ريموف، بيعمل ايه؟ بيعمل زي ما شرحنا من شويه في الفيرتكس، ان هو بيبدا يعمل ريموف للايدج بتاعي بس من غير ما يعمل ديليت للايه؟ للبوليجون المرتبط بالايدج ده. طيب جميل. سبليت برضو نفس القصه، ان انا لو عايز افصل ايدج الى تو ايدجز، يعني انا لو جيت كده قلت له سبليت وجيت قمت ماسك دوت، اسف انا عملت ويلد، هلاقي ان هو عمل لي سبليت زي ما احنا شايفين يا جماعه، اهو بدا يفصل الايدجز بتاعتي عامله زي البريك اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الفيرتكس. طب اوكي انا هرجع كده كنترول زد. تمام، في عندي حاجه هنا اسمها انسرت فيرتكس، لو انا عايز ابدا اضيف نقط بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، اهو اف 3 اهو شايفين يا جماعه، ببدا اضيف فيرتكس بالمنظر ده. اوكي، ان انا لو دوست واحد كده هلاقي ادي الفيرتيسز بتاعتي اهو. اوكي، ابدا اطبق عليها كل اللي انا عايزه. بقى هنا عندي بقى ده ايدج وده ايدج، لانه قلنا الايدج هو ايه؟ اقل مسافه بين نقطتين اهو، بقى دي كده ايدجز. اقدر طبعا امسكهم، ما اعملش ديليت بقى، بنعمل حاجه اسمها الباك سبيس او الريموف. الريموف اللي هو اختصار الباك سبيس، لو عملت باك سبيس بيبدا ايه؟ يعمل ريموف للفيرتكس بتاعتي. اوكي، ده كده بالنسبه للانسيرت. الريموف للسبليت، في برده الاكسترود، لو انا عندي مثلا حاجه بالمنظر دوت، في برضه قبل الاكسترود اقول الشنفر، نفس الفكره بتاعت الفيرتكس بالظبط، ان انا ببدا اعمل شنفر بالمنظر ده، ان هو بيفصل لي السيجمنت بتاعي الى او الايدج بتاعي الى اكتر من الايدج. طبعا اقدر اوصل ما بينهم بمجموعه من السيجمنتس بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، اقدر اقفله وافتحه زي برضه ما موجود فين؟ زي ما موجود في الشنفر. ده الشيب بتاعي اللي هو القطاع نفسه، انا عايزه على شكل مثلث ولا شكل ريكتانجولر. اوكي، طبعا اكس، يبقى انا كده بلغي عمليه الشنفر. الاكسترود نفس القصه بتاعه الفيرتكس برضو، ان انا ببدا احدد له بروز او بطوز، وفي نفس الوقت ببدا احدد له عمليه شنفر موجوده، فبالتالي اقدر احصل على حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينها مع بعض ده. يبقى ده بالنسبه لكده للاكسترود. الويلد برضو نفس القصه، ان انا لو عندي حاجتين مفصلين اقدر اعمل ويلد، ما الحمش يبقى المسافه ما بين التو ايدجز اكبر، باجي هنا وابدا اعاد لي الرقم دوت، او حتى التارجت ويلد، ان انا لو عندي تو ايدجز مفصلين اقول له خد الايدج دوت اعمل له تارجت بالايدج، تارجت ويلد بالايدج دوت، فيبدا يلحمني التو ايدجز مع بعض. جميل جدا. زي ما بقول برضو كده عندنا ايه برضو، يعني في عندنا الويلد والتارجت ويلد، في عندنا البريدج. البريدج ده يا جماعه لو انا عندي مثلا بوليجون بالمنظر دوت مش موجود، او عندي عمليه قطع بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، وحابب اعمل ان انا الحم الجزء دوت بس ببوليجون، يعني عايز اكريت بوليجون هنا، البريدج ده بيعمل القصه اللي احنا بنقولها دي، ان انا هاجي كده على الايدجز، اقوم ماسك الايدج ده او ماسك برده الايدج اللي قصاده وهقول له بريدج. شايفين يا جماعه بدا يعمل ايه؟ عذرا معلش، هتجد انه بدا يعمل بريدج، بس في ما بينهم هنا عمليه سيجمنتس، دي خاصه بالسيتنج، يعني لو دخلت جوه في السيتنج هنا تلاقي ان الرقم دوت اهو، ان انا بقول له الحم بفيس او الحم ببوليجون ما بين التو ايدجز دول، مع ان انت تزود سيجمنتس بالمنظر دوت على مسافات متساويه. طبعا اقدر اتحكم في الكلام ده من السيتنج، ان انا لو قلت له لو واحد يبقى بيعمل لي بوليجون صافي من غير اي سيجمنتس او ايدجز موجوده في النص، لو انا بدات ازود في الرقم ده هيبدا يزود معايا برده ايه؟ اللي انا كنت بقوله من شويه. طبعا خلاص اوكي، يبقى انا هدول له ايه؟ هدوس على يس، يبقى انا كده موافق على التعديل اللي انا عملته دوت. في بعد كده عندي حاجه هنا اسمها كونكت، ان انا لو عندي تو ايدجز وعايز اوصل بينهم بايدجز عموديه، هاجي هنا وبدايس على السيتنج، بيبدا طبعا يسالني ثلاث حاجات. اول حاجه العدد اللي ما بين الايدج دوت والايدج دوت يكون بعدد قد ايه؟ طبعا بيديني مسافات متساويه، لان القيم اللي هنا موجوده بصفر، لو انا مسكت القيمه الثانيه ديت بلاقيه بيبدا يبعد عن المنتصف بالظبط كده، بحيث ان هو يبدا يوسع المسافات من المنتصف ويضيق على الاطراف بتاعتي. لو رجعت واديته بالماينس يبقى انا بعمل العكس، ان انا اوسع من الاطراف واضيق على المنتصف بتاعي. الثالثه ديت ان انا بعمل ازاحه في اتجاه يمين او حتى في اتجاه شمال. اوكي، يبقى انا كده بدا ما بخليهم بمسافات متساويه، اقدر اعدل في ان انا السيجمنتس او الايدجز اللي موجوده هنا ما تبقاش بشكل متساوي زي ما احنا شايفين.
اوكي. طبعا انا لو كنترول، لو انا لسه واقف جوه الامر ومتعامل كنترول للكلام دوت، فبيبدا يكمل معايا بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. لو انا عملت دي سيلكت، فبالتالي العمليه اللي انا مختارها هنا مش موجوده، لان انا مش عامل له سيلكشن على الحاجات اللي انا عايزه يطبق عليها الامر بتاعي. خلاص لو انا موافق هقول له يس، يبقى انا كده بدات اطبق الامر بتاع الكونكت بتاعي. في بقى عندي حاجه اخيره مهمه جدا 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 لازم تركزوا فيها معايا. لو انا يا جماعه عندي مجموعه من الايدجز بالمنظر ده، وعايز اخد من الايدجز دي نسخه بس تكون 2 دي، يعني انا نفسي كده ان مجموعه الايدجز اللي انا عامل عليها سيلكت ديت تكون اديتابل سبلاين. هو ينفع؟ انا من شويه كنت بقول ما فيش حاجه من ال 3 دي ينفع احولها 2 دي، يعني ما ينفعش يبقى عندي مجسم 3 دي احوله سبلاين، ما فيش الكلام دوت. لكن هنا انا اقدر اخد نسخه من مجموعه من الايدجز او حتى من البوردر كحاجه اديتابل سبلاين. فانا باجي كده ومعامل سيلكتد على سيلكشن على مجموعه الايدجز اللي احنا شايفينها ديت، وبختار هنا حاجه اسمها كرييت شيب فروم سيلكشن، يعني ابدا اعمل لي شيب من الحاجه اللي انا عامل عليها سيلكت. لما بقول له كرييت شيب فروم سيلكشن بتبدا تظهر لي ويندو بالمنظر دوت. طبعا بختار النيم بتاع الايديتابل سبلاين اللي بيبدا يطلع معايا، وليكن مثلا كرييتيف جروب كده. ببدا اقول له، بيقول لك انت عايز التايب بتاع الفيرتيسيز، عايزها سموث ولا لينير؟ بص خلي دايما اختيارك لينير، سواء حتى الشكل فيه سموث، الشكل بتاعك ما فيهوش سموث، خلي دائما اختيارك بيكون لينير. هقول له اوكي، مش هتحس باي فرق. لكن اللي حصل في الحقيقه ان بدا يطلع لي نسخه اديتابل سبلاين من نفس البوزيشن اللي انت مختار منه الايدجز بتاعتك، بدليل ان انا لو عملت سيلكت كده هيقول لي تو انترز سيلكتد، يعني انت ماسك حاجتين انت مسلك عليهم. لو انا جيت كده قمت دايس هنا على الاوبجكت اللي موجود عندي، شايفين يا جماعه، هجد ايه اللي حصل؟ هجد ان الايديتابل سبلاين طلع من الايه، من الايدجز اللي انا كنت عامل عليها سيلكشن. بس هقول ملحوظه صغيره، ان البيفوت الخاص بالايديت سبلاين دوت بيكون واخد نفس البيفوت القديم بتاع المجسم اللي انا واخد منه النسخه. فانا هاجي كده على افكت بيفوت اونلي، هقول له سنتر تو بيفوت زي ما اتعلمنا مع بعض، فبالتالي اصبح البيفوت موجود فين؟ موجود في الايديتابل سبلاين دوت. ماشي، اقدر طبعا استفيد بيها زي ما احنا استفدنا قبل كده من الامكانيات اللي موجوده في الايديتابل سبلاين، ان انا اقول له انيبل ان ريندر، انيبل ان فيو بورت لو انا عايز اعمل قطاع بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. اقدر كمان استفيد من امكانيات الايديتابل سبلاين سواء في عمليه الفيلت، سواء في عمليه الشنفر زي ما احنا شايفين كده، تمام. واقدر استفيد بالموضوع دوت طبعا حاجه بقى بعد كده في ال، لو عايز اعمل بيت نور، لو انا عايز اعمل سقف سائط، لو انا عايز اعمل اي حاجه، اقدر طبعا استفيد من امكانيات الايديتابل سبلاين مع الايديتابل بولي، دول الاثنين كده مع بعض. طيب عندي تالت حاجه البوردر. ايه اللي انا عايزك تعرفه من البوردر؟ قلنا ان البوردر هو عباره عن مجموعه من الايدجز ناتجه من عمليه قطع موجوده في المجسم بتاعي. اوكي، يعني ده عندي كده اسمه بوردر. لو انا عايز اقفل البوردر دوت اعمل ايه؟ بمنتهى البساطه اقدر اعمل سيلكت على البوردر بتاعي، وهلاقي عندي هنا حاجه اسمها كاب. اول ما بدوس على الكاب يا جماعه بيبدا يقفل معايا مباشره الايه، البوردر اللي كان موجود، وبالتالي ما بقاش عندي اي بوردر موجود في الشكل بتاعي، لان ما فيش اي عمليه قطع موجوده في المجسم بتاعي. عندي البوليجون. البوليجون هو عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن اقل فيس بيربطوا ما بين 3 سيجمنتس، يعني ده كده اسمه بوليجون، ده اسمه بوليجون، ده اسمه بوليجون، اوكي؟ طب ايه بقى الامكانيات اللي موجوده في البوليجون؟ بص كده معايا. طبعا احنا قلنا اننا نقدر نعمل عمليات الترانسفورمنج العاديه بتاعتنا. اول حاجه اقدر اعمل اكسترود. اقدر اعمل اكسترود بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، يبقى انا كده باخد نسخه من البوليجون بتاعي بس بامتداد معين زي ما احنا كده شايفين مع بعض. تمام، في عندي هنا القيمه اللي انا عايز اطلع بيها او اغطس بيها زي ما احنا كده شايفين، وعندي هنا حاجه اسمها المود بتاع الاكسترود. طيب عشان اشرح لك موضوع المود بتاع الاكسترود، هفترض ان انا عندي مثلا سفير بالمنظر دوت، سفير كده بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، كونفرت تو اديتابل بولي، حولته لاديتابل بولي. اوكي، همسك مجموعه من البوليجونز بالمنظر اللي احنا شايفينه كده اهو، تمام. هاجي اطبق امر اكسترود، ايه اللي حصل يا جماعه؟ هجد انه بدا ياخد مجموعه البوليجونز اللي موجوده ديت
ويطلع دايركت بمسافة محددة انا بحددها له، شايفين؟ ليه؟ لان انا مختار المود بتاع جروب، فعشان المود بتاع جروب بدأ ياخد مجموعة البوليجونز ديت ويطلع دايركت على طول لفوق كده بالمسافة اللي انا محددها له ديت. تاني حاجة لوكال نورمال. لوكال نورمال بيعمل ايه؟ بيبدأ يطلع بشكل عمودي على البوليجونز اللي انت طالع منها زي ما احنا شايفين كده مع بعض. يبقى ده كده جروب بدأ يطلع بشكل امتداد طولي، واللوكال نورمال بدأ بيطلع بشكل ايه؟ عمودي زي ما احنا شايفين مع بعض. تالت حاجة الباي بوليجون، ان كل بوليجون يبدأ يعمل اكسترود بشكل مستقل لوحده، شايفين؟ سواء يا جماعة بالموجب ان لبره او لجوه اهو زي ما احنا كده ايه شايفين. اقدر اقول له طبعا لوكال نورمال يبقى شايفين بعمل بالماينس، يبقى انا بغطس لجوه بالمنظر ده، او جروب يبقى انا بغطس بالمنظر اللي احنا ايه شايفينه ده. اوكي، يبقى ده بالنسبه لعمليه الايه، عمليه الاكسترود. هدي ليك كده للسفير بتاعتي. طيب في عندي ايه تاني؟ في عندي هنا حاجه اسمها الاوت لاين. الاوت لاين دوت بيبدا يعمل لي سكيل للبوليجون بتاعي، شايفين؟ بالماينس او بالموجب. في عندي هنا حاجه اسمها انسيرت، يعني باخد اوفست للبوليجون بتاعي. طبعا ده امر مهم جدا جدا ان انا ببدا اخد كده مجموع اوفست كده من البوليجون بتاعي. وبرده في تو مود، يعني بص كده معايا، لو انا عندي الفور بوليجونز دول لو جيت قلت له انسيرت باي جروب بيبدا يعمل ايه؟ كان كلهم بوليجون واحد، فبيبدا يعمل لي اوفست ليهم او انسيرت بالمنظر ده. طب لو انا قلت له باي بوليجون يا جماعه بيبدا يعمل انسيرت لكل بوليجون على حده زي ما احنا شايفين كده مع بعض. يبقى انا اقدر اعمل انسيرت بالمنظر ده ومطبع عليه مثلا موديفاير اكسترود بالماينس كده، يبقى انا بدات اعمل حاجه زي الازاز بالمنظر اللي احنا شايفينه مع بعض اهو. جميل. طيب في عندي ايه تاني؟ في عندي حاجه اسمها بيفل. بيفل بيعمل اكسترود واوت لاين مع بعض. بص كده معايا، هبدا اعمل اكسترود واوت لاين، شايفين؟ دي بنقول عليها عمليه بيفل، ان انا ببدا اعمل اكسترود وفي نفس الوقت سكيل للبوليجون اللي ناتج عندي من عمليه الاكسترود بتاعتي، شايفين؟ اهو. يبقى حاجه بالمنظر اللي احنا برده شايفينه مع بعض دوت. في عندي برده حاجه اسمها فليب يا جماعه. فليب ده بيقلب لي الفيس، بص كده معايا اهو، ده الفيس اللي هو الظهر بتاعي. يبقى فليب ده بيبدا يقلب لي الفيس. طبعا ما ينفعش ان انا لما اجي اعمل ريندر او اجي اتعامل مع اوبجكت ان انا اشوفه بالظهر بتاعه، لما تيجي ترندر هيبدا يعمل لك مشاكل ان انت يا اما مش هتشوفه يا اما هتشوفه بلون اسود، الماتيريالز بتاعتك حتى مش هيبقى قادر يقراها. لكن الفليب طبعا بيبدا يعمل لي، يعالج لي لو انا عندي الفيس بتاعي كده بالمنظر دوت مقلوب، فليب بيقوم عادل لي الفيس ايه؟ الفيس بتاعي. طيب في عندي حاجه ثانيه اسمها بريدج. بريدج دي جميله جدا جدا. بص كده معايا، لو انا عندي مثلا هنا 3 في 3 3 في 3 عندي بوكس مثلا بالمنظر ده، وعايز اعمل بريدج نفق ما بين تو بوليجونز، بيعمل ايه؟ بص كده كونفيرت تو اديتابل بولي. هقوم ماسك يا جماعه مثلا البوليجون ده والبوليجون ده، شايف؟ انا مش هاخد حتى اللي قصاده، انا هاخد البوليجونز دول، هاجي هنا واقول له بريدج. شايفين ايه اللي حصل يا جماعه؟ بدا يعمل لي فجوه بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، بدا يوصل ما بين تو بوليجونز ويحوط الناتج اللي موجود دوت ببوليجونز ثانيه، بحيث ان ما يبقاش عندي اي بوردر او اي ناتج قطع في المجسم بتاعي، شايفين؟ اقدر مثلا اخد دوت مع اللي تحت ده واقول له بريدج، فبالتالي بدا يعمل لي بريدج بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت. اوكي، جميل. بعد كده عندي حاجه اسمها الاليمنت. الاليمنت قلنا اللي هو ايه؟ المجسم بتاعي بالكامل. قلنا برضو في اتاتش. اتاتش بيبدا يضيف، ان انا كده اقدر اروح مثلا اقول له لا ده انا عايز اضيف المجسم دوت. طبعا لو عندي مجسمات ثانيه، طالما انا جوه الامر اقدر اضيف المجسمات الثانيه. في عندي اتاتش باي نيم او الاتاتش ليست بتاعتي، لو انا عندي مجسمات كتير اقدر او مسلك عليها اعمل عليها سيلكت زي ما احنا مثلا كده. ادي مثلا عندي سفير، عندي مثلا بلان، لو جيت كده للايديتابل بولي اقدر اقول له اتاتش ليست، واقوم الاقي عندي مثلا الاوبجكتس الثانيه والكنترول كده مسلك عليها واقول له اتاتش، فبالتالي عمل اتاتش للايه؟ للمجسمات الثانيه. ده يا جماعه اسمه اليمنتس، وده اليمنت زي فكره السبلاين، ان انا ممكن يكون عندي كذا سبلاين جوه اديتابل سبلاين واحد. انا هنا عندي كذا اليمنت بس جوه مين؟ جوه اديتابل بولي واحد زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طيب لو انا عايز اخرج اليمنتس موجوده بمنتهى البساطه، ممكن اقف على الاليمنت بتاعتي وهنزل تحت هلاقي عندي حاجه اسمها ديتاتش.
دي التاتش يعني ايه؟ يعني يفصل زي ما كانت موجوده في الجروب، فاكرين التاتش في الجروب، ودي التاتش زي ما كانت موجوده في الايه، في الايديتابل سبلاين، نفس القصه برده موجوده في الايديتابل بولي. بس في التاتش بيسالك سؤال، بيقول لك انت عايز تعمل دي التاتش كاوبجكت، اوكي، حابب تسمي اسمه ايه؟ وليكن مثلا هسميه كرييتيف جروب بالمنظر ده كده، هقول له اوكي، فبدا يعمل ديتاتش بحيث ان المجسم دوت خرج منين؟ خرج من الايديتابل بولي بتاعي، تمام. طيب في عندي ايه تاني في الديتاتش؟ لو انا عندي مثلا مسكت البلان دوت وجيت هنا قلت له ديتاتش، في عندي اختيار بيقول لك ايه، ديتاتش تو اليمنت، هو كده كده اصلا اليمنت، فالاختيار ده مش هيفرق معايا دلوقتي، انما يفرق معايا مثلا لو بوليجون. يعني بص كده معايا، لو انا مثلا انا عارف ان كل ده على بعض كده اليمنت، لو انا جيت كده مسكت الاربعه بوليجونز دول وعايز اعتبر ان الاربعه بوليجونز دول اليمنت، اوكي، بدل ما يبقى المجسم كله اليمنت، فهاجي كده وهقول له ديتاتش افصله لي، بس انا مش عايزه يتفصل كمجسم، بالعكس ده انا عايزه يكون موجود جوه الايديتابل بولي برضو، بس افصله لي كايه؟ كاليمنت. جاست ان انت تعمل تشيك على ديتاتش تو اليمنت، لازم الديتاتش از اوبجكت تتقفل معايا. اول ما هقول له اوكي يا جماعه مش هتحس باي تغيير، غير لو انت رحت كده على الاليمنتس هتلاقي ان ده element وده هو كمان element، اوكي، يبقى انا كده عملت له detach as a as element، اوكي، جميل جدا. في عندي نوع تاني من detach، detach كده لو دوست عليه، في حاجه اسمها detach as clone، يعني ايه؟ يعني ما تخرجليش المجسم ده من الايديتابل بولي، خد منه نسخه. بيبدا يقول لي بقى النسخه اللي هتخرج اللي هو الاوبجكت دوت يكون اسمه ايه؟ وليكن مثلا كرييتيف جروب، هقول له اوكي. فبالتالي يا جماعه ايه اللي حصل؟ خد لي نسخه من الشكل بتاعي اهو، شايفين؟ خد منه نسخه، انما الاصل فضل موجود جوه الايه؟ جوه الايديتابل بولي بتاعي، ما حصلش فيه اي تغيير او حتى خرج من المجموعه ايه بتاعتي. ده بالنسبه لعمليه الاتاتش، وبالنسبه لعمليه الايه؟ الديتاتش. طبعا الايديتابل بولي امر كبير جدا، ويعني ايه، يعني ممكن نقعد فيه محاضرات كتير، يعني حتى في الكورس الادفانسد بنقعد نشرح في الايديتابل بولي كتير جدا لانه جواه حاجات كتير. بس انا شخصيا اللي يهمني منك دلوقتي كبدايات في عالم 3 دي ستوديو ماكس انك تبدا تتعلم الحاجات اللي انا قلت لك عليها وتطبقها كمان معايا. ان شاء الله هبدا اتكلم عن المره الجايه عن تطبيق بسيط كده للايديتابل بولي، هتكلم عن شويه موديفايرز ناقصنا سواء التربو سموث او المش سموث او الكلام دوت، في شويه موديفايرز كده هنتكلم عليهم باذن الله المحاضره الجايه. استنوني المحاضره الجايه، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.